السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى، إني أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ أنا طالب علم، في فيديوهات لك كانت يعني مصطلحات الحديث والمحدثين، نعم، فبسمع منها يعني يا شيخ. طيب وبعد؟ وترشدني في الفقه إلى ماذا يا شيخ؟ أرشدك في الفقه إلى الفقه المقارن، يعني أي كتاب تدرسه من كتب الفقه لكن تحشي عليه. يعني كنت شارح متن أبي شجاع في الفقه. لا، متن أبي شجاع يعني كعناوين فقط، وإلا نعلق عليه بما يقتضيه المقام، ولم يكن الشرح موسعا هذا التوسع الكافي. هل لك شروحات في الفقه غير متن أبي شجاع يا شيخ؟ كانت فيه شروحات لفقه السنة كاملا ولجامع أحكام النساء كاملا، لكن ما أدري هل أثبتها الإخوة أو أثبتوا بعضها أم لا، فلتراجع بس. شيخ طب لو كنت مثلا يعني عايز أعرف أنه الحديث معلق ولا أطبق عملي. طيب ده تحتاج زيارة منك، تزورنا أو نزورك أو لازم. شيخ بس أنا بعيد يعني من حضرتكم يعني. وانا ماذا اصنع يعني، الشروح موجود شرح المعلق في على قناة اليوتيوب، شرح الحديث المعلق، وفي اي كتاب من كتب المصطلح موجود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، وانا حاولت اتواصل مع حضرتك برايفت، رنيت على رقم خاص وبعتت رساله حتى برضه. اسمك ايه؟ كان اسمك؟ نعم، كان ما اسمك؟ ما كنتش كتبت اسمي. طيب ايه موضوع الرساله؟ طيب هو دلوقتي في واحد صاحبي اكتشف ان والده بيكلم واحده على امه، هو ما يعرفش هو اصلا متزوجها او لا، بس هو مش عارف دلوقتي يتصرف يعمل ايه. ينصح والده بينه وبينه او برسالة اذا حب لا يظهر في الصورة، رسالة من شخص مجهول يحكي لهم كل ما يريد، وان شاء الله لعله ينزجر. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا طالب طالب العلم المغربي، بارك الله فيك. السلام. أم عبد الله عمران، بارك الله فيك ويرضيك ربي يا إبراهيم بن رمزي. السلام عليكم. وعليكم السلام، زي حضرتك ازيك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شيخ معلش كان عندي سؤال. تفضل. هو الطفل لما يعني قبل ما البنت تبلغ، لو مثلا عمل التعاس يعني او كده، بيتحسب عليها حسنات؟ ان شاء الله في صحيفتها وصحيفة ابويها ان شاء الله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
لرجل كان يعمل خيرا في الجاهلية ثم أسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. خصال الخير التي كانت فيك في جاهليتك ودخلت الإسلام سينميها الإسلام أكثر وأكثر. فإذا تعود الطفل على الخير من الصغر وبلغ إن شاء الله يزداد خيرا، لأنه ألف الصلاة، ألف الصدقة، ألف أفعال الخير، فبإذن الله تكون سببا في زيادة أعمال البر منه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه بإذن الله. السلام عليكم. نعم. معلش بقى، يعني عايز حضرتك بس تدعي لنا كده ان يعني الامتحانات بتاعتنا يعني ربنا ييسر لنا الدراسة بتاعتنا يعني. الله يوفقنا وياك ويسهل علينا وعليك كل عسير يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. نعم. كنت بسألك على فودافون كاش يا شيخنا. عجبنا مرارا أن هذا الفودافون كاش جائز إذا كانت الرسوم التي تؤخذ رسوم التحويل. لا أصل أنا ممكن مثلا شخص يتصل بيا مثلا يقول لي مثلا يعني هو إذا كنت ترسل له قبل أن يرسل لك الفلوس وهو صديق لك وتأمنه، هي نوع من المساعدة ما دامت قيمة الإرسال لن تزيد بسبب التأخير. يعني أجرة التحويل 10 جنيه، هي 10 جنيه، وللمودة التي بينك وبينه قال لما ترجع، لأن ليست بيع عملة هذه. تمام يا شيخ، شكرا. ليست بيع عملة وليست دينا إن شاء الله نفعا ولا حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة يا مولانا. اتفضل يا حبيبي. دلوقتي انا قدام المحل بتاعي بيبقى في تراب كتير، فاحنا بنرش بخرطوم الميه. امامك امامك ماذا؟ يا شيخنا؟ امام محلك ماذا؟ امام محل، ففي تراب بيجي علينا كتير، فاحنا بنرش ميه. ترش ميه من اجل تهدئه الغبار حتى لا يؤثر عليكم، لا مانع. يعني مش حرام الميه ده علينا. مش انت تدفع ثمنها؟ بدفع ثمنها. خلاص ما في مشكلة، على قدر الحاجة. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. الله يرضى عليك يا رب. 3 أسئلة على السريع بس. تفضل. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو استاذن امي يا رسول الله، قال نعم. استاذن امي يا رسول الله، قال نعم. ففي التالتة استاذن امي يا رسول الله، قال أتحب أن ترى عريه؟ لا، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو سؤال وجه لابن عباس ونحوه عن ابن مسعود. أحدهما أستأذن على أمي، فأجاب ابن مسعود: ليس على كل أحوالها تحب أن تراها. ده كلام من؟ ابن مسعود. ابن عباس سئل: أختان لي يا ابن عباس أمونهما وأنفق عليهما، أأستأذن عليهما؟ قال: أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليهما. طب أنا أحيانا بشطف أمي يا شيخ. إذا كانت أحيانا هناك امرأة تستطيع أن تأتي بها سواء من نسوة قريبات لها أو تستأجر لها امرأة أفضل لك إن كنت تستطيع ذلك. الله يرضى عليك. سؤال تاني. اتفضل. الله يرضى عليك. اللي هو احنا شغالين في محل حلويات وبنبيع طرط وبيعتهم الكلام ده كله كمان، فاحيانا الزبائن بتحتاج مننا حروف وارقام عليها. فيها مشكله ده زي لعب اطفال، يعني تضع على بعض الحروف والارقام على التورته او صوره بنت او شيء من هذا، هذا ممتهن ويؤكل. ما فيهاش حرمانيه؟ لا ان شاء الله، لان لعب ممتهنة. يا رب اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا رب تكون بخير. يا رب واياكم. الله يخليك. عندي استفسار كده بخصوص الاحرام. يعني انا ليا صديق في السعودية ان شاء الله، وهو مش هيسافر من القاهرة للسعودية مباشرة، هيسافر ترانزيت في دبي وبعد كده على جدة. طيب. فهو مستثقل ان هو
او مستصعب ان هو يلبس لبس الاحرام من دبي وبيها ينزل على جده، فهل يجوز ان هو يلبس لبس الاحرام من جده وبعد كده يعمل العمره؟ يهل من الميقات في الطائره قبل جده بوقت يسير ربع ساعه تقريبا. تمام، يعني ممكن يلبسه في مطار دبي ويتبع السنه، لكن لا يهل الا عند الميقات. تمام، لكن من جده يحرم من جده ما ينفعش؟ لا ما ينفعش يحرم من جده، لان قد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت. تمام. أي. تمام، جزاك الله كل خير. اذا تعدى الميقات بدون احرام سيكون عليه دم. اذا هل من الميقات بملابسه سيكون عليه طعام سته مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثه ايام. لكن لا نحب له ان يتلاعب بحدود الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تمام يا شيخنا، ربنا يجزيك خير. وإياكم. وإياكم. جزاك الله خير يا حموده بن يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ حالي طيب والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ربنا يزيدك من نعم يا رب. يا رب واياك، اتفضل. بقول لحضرتك ازاي اكون حليم؟ تكون حليم؟ ازاي الانسان يعود نفسه على الحلم؟ اولا الحلم وترك المعاجله بالعقوبه. يعني لا تتخذ قرارا سريعا في شأن من أساء إليك، تريث واستعن بالله على التريث، وبعدها انظر هل الأولى أن تعاقب من عاقبك أو تعفو عنه. فأولا تسأل الله أن يجعلك حليما، هذه أول خطوة. ثانيا تتدرب على الحلم، أن تكون حليما، تتصبر على من ظلموك، لا تبادر بإلحاق العقوبة بمن ظلمك. أيضا اقرأ سير الصالحين في هذا الباب تستفيد منهم. أيضا صادق الصالحين يذكرونك بالله، والله أعلم. وهل حديث الحلم بالتحلم صحيح يا شيخنا؟ المعنى يصح، لكن كان بعض الأسانيد فهم قال، لكن المعنى يصح. طب وممكن معلش آخر سؤال، المعنى نعم، ممكن الإنسان يوصل لدرجة ان يكون عبد نوراني ولا صعب في ايامنا؟ يعني ايه عبد النوراني؟ يعني مش فاهم ما معنى العبد النوراني. يا رب نور ربنا سبحانه. يعني ايه يعني يا رب نور ربنا؟ ازاي يعني؟ مش فهمني. قرأت كتاب قال لك ان الانسان لو يعني بقى يعني تدرب في الحلم وفي الاحسان وكده. لا يعني ممكن انت تكون رجل مؤمن ولكن لا تعرف اشياء تدور حولك. مع شدة ايمانك. الله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أظن ما فيش عبد أحسن من رسول الله محمد، قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. فالرسول لم يكن يعلمهم، نحن نعلمهم، قال تعالى ذلك. شكرا شيخنا. الله يسلمك. وقال الرسول عليه السلام إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. نعم، إدينا الثبات يا شيخ. الله يثبتنا وإياك يا رب. الله يرزق بنتك بالزوج الصالح يا أمل بنت بدير. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو عندي مبلغ من المال لكنه مش بالمصري، ازاي اخرج الزكاة عليه؟ معك 1000 دولار اخرج عنهم 25 دولار، معك 1000 ريال اخرج عليهم 25، معك 1000 دولار اخرج عنهم 25 دولار، معك 1000 ريال اخرج عليهم 25 ريال اذا بلغوا النصاب طبعا. تمام، يعني احسب ال 25 واحولها بمصري. انا عارف، انا خايف منك انت تحولها لمصري بس باي سعر. هتحولها بسعر البنك هتكون ظلمت الناس. حولها بالسعر اللي تحولي بيه لنفسك. احولها بالسعر الايه؟ اللي بتحولي بيه لنفسك. يعني مثلا ال 1000 دولار الان سوق سوداء ب 40 جنيه مثلا. تمام، وسوق وحكومه ب 30 جنيه مثلا. قطع الخط ماشي.
حولي باللي ما تحبي لنفسك، تحبي للزكوات، او تريدي تخلصي سلميهم للفقير دولار هو يصرف نفسه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف شيخنا؟ الحمد لله بخير. ربنا يديم فضلهم. في طاعة الله جميعا. والله حضرتك، أنا كان والدي كان لقاها خاتم من ذهب. والدك وجد خاتما من ذهب وبعد؟ فكان ما يعرفش صاحب الخاتم، قال بعد ما باع الذهب، بعد ما باع الخاتم بشهر او باسبوع يرد اليه الذهب ذهبا. كان يجب عليه ان يحفظه لمده سنه، لان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن اللقطه قال اعرف حفاظها ووكاءها واعرفها حولا، فان اتى صاحبها فادفع صاحبها فادفعها اليه. فهو هو صاحبك ابوك لم يعرفها؟ لا، هو بعد ما هو توفى. طيب في ذمتكم. هو بعد ما عرف هو الخاتم الذهب بتاع مين، هو ما بينه وبين صاحب الخاتم الذهب كانوا مخاصمين بعض، ما بيكلموش بعض. تمام، خدوا لنفسه. فهو توفى يعني كانوا مخاصمين بعض، رد الذهب لصاحبه ولا لم يرد؟ ايه السؤال؟ لطشوا بالمعنى المصرية يعني ولا ايه بالضبط؟ يعني يرد الذهب ذهبا بنفس الجرامات لصاحبه بأي طريقة فيها أسلوب يستر على الجميع. ينفع أروح أجيب نفس الذهب؟ يعني هو كان 3 جرام، أروح أجيب 3 جرام وأروح أديهوله؟ لا، مش هينفع كده بالشكل ده. هيقول لك لا، هذا مش ذهبي، وممكن يتهم أباك بالسرقة. أنت ممكن تحط الفلوس في ظرف، هذه قيمة ذهب لكم كانت عند شخص يوصلها إليكم لا نعرفه، مش أنت اللي تروح بنفسك. تمام. السلام عليكم. نورة إبراهيم، بارك الله فيك وفي ابنتك مسك عافاها الله يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. ما رأيك في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم؟ طيب، لكن اشتري الطبعة المحققة. اكيد، انا عندي النسخة المحققة. ماشي، شكرا، بارك الله فيك يا شيخ عبيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. تحضرك يا شيخ. طيب ولله الحمد. انا محمد 21 سنة. محمد 21 سنة، شأنك يا محمد 21 سنة. كنت بكلم حضرتك يعني بخصوص ان والدتي الله يرحمها كانت عاملة لي دفتر توفير من وانا صغير، وهي توفت من كام سنة وهي ما تعرفش حرمانية الموضوع ده. يعني خذ الاصل والباقي اخرجه للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة يا محمد. تمام، هو لو شخص قريبي بس يستحق يعني ما ادلوش ولا؟ لا لا، تعطيه. ممكن تعطي الفلوس لواحد بعيد يسلمها له هو ولا يذكر اسمك في الباب. تمام يا شيخ. طب الفلوس الفوائد دي من اول ما الدفتر اتعمل؟ من اول ما الدفتر اتعمل، من اول ما دخلت عليك فوائد. تمام ان شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ مصطفى الجوهري، وعفى الله عنه وعنك، الله يغفر لي ولك. جزاكم الله خير يا نوره، بارك الله فيك، اعانك الله استاذ محمد سبخه ووفقك ولك بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله طيب، لله الحمد. زادك الله من فضلك. طيب الله يعطيك يا جوهري. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. اتفضل. دلوقتي انا الحمد لله كبير. كبير ولا كبير؟ كبير. بارك الله فيك. ماشي، وبعدين الله اكبر. الله اكبر كبيرا. نعم. فانا كنت لما كنت صغير في الثانوي كان اهلي بيودوني دروس. طبعا صغير ولا صغير؟ صغير. لا صغير. ايه؟ صغير. صغير. التصغير لا يصغر. الله. ماشي، تفضل يا صغير يا كبير يا من كنت صغيرا. نعم. جزاك الله عنا خيرا. وياك، تفضل. فوالدي ووالدتي كانوا بيودوني دروس طبعا، سبحان الله. تمام؟ انت بتاخد الفلوس وما اديهاش للمدرس؟ لا طبعا، معاذ الله من ذلك. هو ما كانوش بيدفعوا، فانا دلوقتي كبير والحمد لله معايا فلوس، هل هذا دين علي ام على والدي؟ يعني ما هي نفس المؤدة، يعني ابوك لم يكن يعطيك الدروس الفلوس للدروس الخصوصية وتظلم المدرس ولا تدفعون له، صح كده؟ نعم. ردي الفلوس للمدرس الان. هل ارد ذلك؟
انت وابوك كنت كم سنة انت كنت؟ انا لما كنت صغير كنا 17 سنة. 17 بالغ؟ ايوه نعم. فانت المسؤول امام الله، انت كبير مسؤول امام الله، رد للمدرس الفلوس واطلب العفو. تمام، جزاك الله عنا خير. وياك يا حبيبنا، الله يسلمك. اللهم امين. صبري بارك الله فيك يا صبري. اخ شيماء بارك الله فيك. اخ صافي غفر الله لنا ولك. السلام عليكم. نعم. ممكن اكلم الشيخ مصطفى؟ معك اخوك مصطفى، تفضل. نعم الله يخليك شيخ مصطفى. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، انا من 5 سنين كان لما بيتجمع معايا مال كنت بشتري بيها حته ارض مع جماعه يعني شركات يعني لحفظ المال يعني. للتجاره ولا قنية لك ولابنائك؟ لا لحفظ المال. وبعد؟ طبعا دلوقتي مع الظروف اللي قوانين البناء الجديد والكردون والكلام ده الاراضي توقف بيعها. طيب. وطبعا انا كنت بطلع في السنين اللي قبل كده في الزكاه بتاعتها. لا هي لا تجب فيها زكاه من الاصل. ما انا كنت يعني قلت لو حتى على سبيل ما لا يجب فيها الزكاه تكون صدقه. الان انا تعثرت، لا مش قادر لا بيعها ولا قادر اطلع عليها زكوات. ما هي ليس عليها زكاة ما دامت ليست معدة للاتجار، لا زكاة فيها. يعني لما اشتري ارض لحفظ المال ليس فيها زكاة. اشتريت قطعة ارض فدان ارض في الدين ليست للتجارة. اذا كنت تاجر اراضي ازكي. السلام عليكم. بارك الله فيك محمود صابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله، اتفضل. معلش أنا عاوز توضيح من فضيلتك يعني للفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أقول لك، الله يريد منا أن نطيعه. تمام. ويريد الله سبحانه وتعالى لشخص الهداية. تمام. إذا أراد الله لشخص الهداية لابد أن تتحقق إرادة الله. طب مثلا والله اصبر كم ماشي يعني في الله قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تمام. إذا أراد شيئا لابد أن ينفذ قدر الله. ده إرادة كونية قدرية لا بد أن تنفذ. لكن يريد الله لنا أن نهتدي، يدعونا إلى الهداية، يريد الله منا أن نمتثل أمره فيأمرنا وينهانا، فبعضنا يخالف الأمر، فهذه إرادة شرعية دينية. طيب الآيات اللي هي والله لا يحب الكافرين والله لا يحب الظالمين، طيب مالها؟ هو خلقهم وهو غير محب له. انت تتدخل في شؤون ربك؟ لا مش القصد، انا القصد انك تفهم الآتي ذكره، افهم ان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. افهم ان الله قال في كتابه الكريم لا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. افهم ان الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. افهم ان الله يعلم ما بما كانوا يعمل. قال الله النبي عليه الصلاه والسلام الله اعلم بما كانوا عاملين. فليس لنا ان نتدخل في قدره الله. علي وعليك ان نسمع ونطيع لله. يا رب لما هديتني ولم تهدي فلان، لما هديت ابن فلان ولم تهدي ابني، لما تفوق هذا ولما فشل هذا، لما هذا عبقري ذكي ولما هذا مجنون، كل هذا ليس لي ولا لك. دعوتك بالثبات لنا يا شيخ. الله يثبتنا وإياك واصرف عنا وعنك نزغات الشياطين. اللهم أمين. الله سبحانه لا يسأل عما يفعل، نحن الذين نسأل. هو سبحانه فعال لما يريد.
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. سبحانه، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، افهم هذا جيدا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ. اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ جزاك الله خيرا عني. الله يبارك فيك يا اختي. من فضلك تسمعني بس، الله يبارك لك. الله يهدينا وياك، اتفضلي. نعم. ايوه. ثواني بس. انا دلوقتي وقع في مشكلة، وعايزة حضرتك تفيدني الله يفيدك. اتفضلي يا اختي. الله يبارك لك. انا دلوقتي الصوت غير واضح. ما مرادك بالتشافي بالطاقة يا من تسأل عن التشافي بالطاقة؟ هذه فيما يبدو خزعبلات. تشافى بالطاقة، تشافى إما بدعاء الله سبحانه، وهذا الأصل، نرقي أنفسنا وندعو ربنا أن يشفينا. ثم إن النبي قال تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل دن إلا أنزل له دواء، في أدوية معروفة يعلمها الأطباء. أما الطاقة أخشى أن تكون تقصد السحر والجن ونحو ذلك. وضح سؤالك يا سائلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في صلاة الفجر اليوم. نعم. في صلاة الفجر اليوم. في صلاة الفجر اليوم. نعم. إمام تقدم للصلاة ثم شك في تكبيرة الإحرام. إمام تقدم للصلاة ثم شك في تكبيرة الإحرام. نعم. شك فيها يعني هل كبر أم لم يكبر؟ لا، شك في نطقه للحروف، يعني قال أنه نطق الواو بين كلمتين. هذا رجل موسوس، انتبه، ولا حولناه المستشفى الأمراض العقلية يعني، ويقول الله أكبر، يقول شك أنه قال الله أكبر. موسوس. نعم. موسوس يعالج، لا تفكر في هذا. اريد ان اسال عن حكم المصلين خلفه. صلاته صحيحه وصلاتهم صحيحه وهو موسوس. طيب الان خرج هو من الصلاه، قال انتظروا وخرج من الصلاه، ثم تقدم شخص. خلاص يا اخي اسكت. نعم. قلنا لك ودوا المستشفى يا اخي، الله يغفر لك. طيب يعني الصلاه صحيحه. مشفى. يعني. ايه خلاص قلت له الصلاه صحيحه. تفهم كلامي يا عبد الرحمن؟ نعم. انتبه. الله يعافينا وياك من البلاء، وعافيه يا رب. الأخ حمدي خريبة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد يقول لك احضر شخص معين يا عبد الرحمن، ما أدري ماذا يقول الشخص. بقول في أظن ناس، ما أدري، يبدو أنه في فساق بدأوا يدخلون على الصفحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عندي سؤالين. اول سؤال، ما حكم الصلاة في اخر وقتها؟ ما حكم الصلاة في اخر وقتها؟ يعني مثلا اصلي الظهر قبل العصر بنصف ساعة. الظهر قبل العصر بنصف ساعة الصلاة جائزة، لكن الافضل ان تبادر بالصلاة في وقتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى رجلا يصلي العصر قبيل المغرب، فنظر إليه ورمقه، ثم قال تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن إذا قدر الله وتخلفت لأي عارض وأدركت ركعة من الصلاة قبل دخول وقت الأخرى فقد أدركت الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام،
من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أعتزل الإخوة، هناك بعض المبطلين وبعض الفساق وبعض السبابين الشتمين، لا يخلو منهم مكان ولا يخلو منهم زمان، بدأوا يدخلون يشوشون على المصلين، يشوشون على المتابعين، فلا تلتفتوا، نسأل الله أن يكفيناهم بما شاء. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. ارفع صوتك. معلش اخويا اخي ماله؟ كان بيعمل مشاكل مع ابويا وامي وسيب لهم الدين واللي تعلمه وكلام كتير. وبعد ذلك اتصرف معاه ازاي ولا نعمل ايه معاه؟ عالج الموضوعات برفق، انصحه وذكره بالله، واذا احتاج المقام الى زجره اذا كان الزجر يجدي فازجره. نعم. اللي هو ازاي معلش؟ ها؟ ازجره ازاي يعني؟ لا ممكن تهجره في الله، ممكن لا تكلمه، ممكن تقول له اسكت. تمام. مع السلامة. بارك الله فيك يا احمد ابن عصفور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مشكلة، الله يكرمك يا شيخ، اصبر عليا. أنا دلوقتي أنا أعتبر منفصلة عن زوجي، ماشي؟ ماشي. وأنا رحت لابني مسافر، رحت له وعملت عمرة، ماشي، وزوجي ما يعرفش. فأنا حبيت أعرفه بطريق غير مباشر، لأن هو لو أنا قلت له، لما بقول له يا شيخ بيطلع فيا ويخذني. يعني انت مطلقه او على ذمه رجل؟ ذمته، بس مثلا بخرج بروح باجي مشاوير، بس هو بشقه وانا بشقه منفصلين. طب اعمل ايه؟ في سؤال. هو ينفق عليك ام لا؟ لا ما بينفق ولا بينفق عليا في اي حاجه. ما بيصرفش عليك خالص؟ لا. ولا بيسال عنكي؟ ولا بيسأل عني غير سؤال العادي، يجي يشوف عياله الكبار، انا عيالي كبروا. هو في مكان تاني بعيد؟ لا انا في سكن وهو في سكن. يعني انت ساكنه في مكان وهو ساكن في مكان؟ انا في شقه شارياها بورث من او من والدي، وهو في شقه بتاعته. ولا بيسأل عني غير سؤال. وبعدين دلوقتي في شيخ عندي في الجامعه قال لي لازم يعرف ان انت رحتي عمره. لا ما هو لا ينفق عليك اصلا. هو ما بينفقش عليا يا شيخ، لا علاجي ولا اكلي ولا اي حاجه. وانت رايحه لابنك؟ ابني اللي بيعمل، رحت لي عند ابني زياره، وابني خدني وراح العمره وهو ما يعرفش. ما في مشكله، ما دام ما بينفقش خلاص. انا قلقانه يا شيخ. لا ما تقلقيش. لما بروح لاختي لا تقلقي. راحت لي طلبات، انا قلقانه وخايفه. اسمعي، انت ليك حق وهو له حق. هو لا يؤدي ما عليه، لا ينفق عليك ولا يأتيك إلا كل مدة، ولا يعطيك النفقة والسكن ولا كهربتي ولا أي حاجة. يا شيخ أنا خايفة. لا ما تخافيش. أنا خايفة إن أنا بطلع من غير ما أستأذن. خلاص ما هو مش عمرها من غير ما أستأذن. رحت عند ابني وجيت في المطار وصلني، بص إيده وأنا في المطار. من يوصلك؟ هو وصلني مع عيالي المطار. طب خلاص نمت عليه وانا في المطار وبص ايده، لكن ما قلتلوش ان انا رايح عند ابني وابني هيوديني عمره. ما في مشكله، موصلك المطار خلاص يعني. المطار. ايه مالك؟ لا تحزني، لا تحزني ولا تقلقي. السلام عليكم. طبيبه مختصه تعمل بمنطقه نائيه في بلدها ولا يوجد غيرها لعلاج الناس هناك. خرجت من الوظيفه لتتفرغ لتربية أطفالها، لكن الناس وقعوا في ضيق شديد لعدم وجود طبيب يعوض غيابها. علي اسم إن عدت للعمل وتركت أولادي. سددي مقاربي، شيء هنا وشيء هنا، تختمي الخيرين. وليس عليك إثم إذا تركت العمل، ليس عليك إثم إذا تركت العمل لتربية أولادك، لأن العمل ليس بواجب عليك ولكنه مستحب لإنقاذ الناس، فمن أحياها فكأنما يحيى الناس جميعا. إن استطعت أن تسددي وتقاربي فعلت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. الحمد لله، تفضلي يا أختي. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. اسألي. أول، أنا منتقبة وابني عمره 7 سنوات، وأحيانا من أصدقائه بيجوا البيت، فهل أجلس أمامهم بالنقاب؟ 7 سنوات؟
صغار 7 سنوات لا بأس. طيب السؤال الثاني، هل يغني لو كم الإدناء أو الإبدال بتاعي طويل إن أنا ألبس القفاز في الشارع؟ نعم. الكم طويل كده مغطي الكفين يعني ولا إيه؟ بيبقى لا يعني باين أطراف الأصابع. يجزي إن شاء الله. الله يجزيكم خير يا رب. الله يجزيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يا شيخ. السؤال الأول، ما صحة الحديث الذي يقول الله سبحانه في آخره فيقبض قبضة من النار فيخرجونها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا في حيما. هذه اللفظة في بعض طرق الصحيح لكن حكم عليها بعض العلماء بشذوذ فتحرر، لأني نسيت الحكم عليها بعد بحثناه بحثا طويلا، فلتراجع إن شاء الله غدا أفيدك بها بإذن الله. بإذن الله. السؤال الثاني يا شيخ، لا إله إلا الله، التوراة والإنجيل الموجودة الآن هل تصدق كلها أو تكذب كلها؟ التوراة والإنجيل عندنا الحمد لله والشكر لله، القرآن الكريم مهيمن على ما قبله، وربنا أفادنا في كتابه الكريم أنه ثم طائفة من أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فعندنا كتاب الله فيه غنية، قد قال ابن عباس معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب قد أخبركم ربكم فيما أنزل في كتابه أن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا الأثر. عندنا كتاب الله مهيمن على الجميع فلا تقرأ فيهما في التوراة ولا في الإنجيل. الله يسلمك. السلام عليكم. ورد حديث آخر لكن في إسناده بعض النزاع أن النبي عليه السلام رأى مع عمر بعض ورقات التوراة قال مهلا يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كنت بسأل سؤال منذ قليل لكن ما لحقتش أسأل المكالمة. تفضل. ما حكم صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟ أخطر رأي العلماء القائلين بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا مستثنى منه الصبح فإن وقته ينتهي بطلوع الشمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا في المواقيت. نعم ورد حديث أن النبي عليه السلام وقت العشاء إلى منتصف الليل، إلا أن هذا الحديث حمله بعض أهل العلم على وقت الفضيلة، على وقت الفضيلة، لأن النبي أخر العشاء ذات يوم إلى المضى شطر من الليل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله. تفضل. سريعا كده بس حابب انوه في الاول عشان يفهم قصدي سريعا، يعني هو انا عارف ان المسألة اللي انا عايز اسأل فيها دي فيها اختلاف يعني وفيهاش قول قطع. المسألة اللي هي مدة قصر الصلاة. لعلها بس تحتاج الى مراجعة، انه مثلا الفهم بتاع ان احنا لو لوينا مثلا 10 ايام مكوس في ان كان السفر فنقصر 3 ايام وبعد ذلك نتم، هذا يعني ممكن يبقى فيه لبس في احب يعني. ان تسمع مني شيئا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا اعلم اي نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه من بقي مدة كذا يقصر وبعد ذلك يتم، إنما هي استنباطات للعلماء من أفعال رسول الله. أعيد الكلام، لا أعلم أي خبر عن رسول الله صريح يقول
من سافر فمكث كذا يوم بعدها يتم، ما أعلم أي خبر، إنما هي أحوال لرسول الله، وتعددت هذه الأحوال، واستنبط العلماء من تعددها أقوالهم التي قالوا بها. فمثلا قال فريق من أهل العلم إن أقصى مدة للصلاة للقصر 3 أيام. طيب ما المستند يا ناس؟ المستند عندهم أن استقرأوا حال رسول الله، قال الرسول عليه السلام في الحج استقر 3 أيام في منى، يوم النحر 11، 12، وبعد ذلك إلى الظهر أو إلى الزوال ثم انصرف. كانت أقصى مدة 3 أيام نازل فيها في منى، واستدل لكن قال 4 أيام. قال آخرون من أهل العلم كدليل آخر أن الرسول عليه السلام نهى المهاجري أن يمكث في مكة فوق 3، قالوا أنه إذا مكث في مكة فوق 3 النبي نهى المهاجري أن يرجع إلى بلده فقد أقام في بلده. فاستدلوا بهذين على أن أقصى مدة للقصر 3 أيام. وقال آخرون إن ربنا قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا ما دمنا ضاربين في الأرض نقصر، وما دمنا مسافرين نقصر، أما التقييد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فالنبي قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقاته من غير حتى فتنة للذين كفروا. قال فريق كابن عباس إن النبي مكث 19 يوما يقصر الصلاة فنقصر 19 يوما. فقال بعضهم يعني أخذوا عدة أحوال لرسول الله، لكن كنص ما عندنا نص يقول من سافر كذا يوم يتم بعد كذا يوم، ولا عندنا نص في تحديد المسافة. وذلك هاتان المسألتان شائكتان في أبواب القصر مراجعتان إلى أقوال العلماء، يعني مسافة كم التي أقصر بعدها. ما عندي نص صريح عن رسول الله يقول من سافر 50 كيلو يقصر أو 100 كيلو يقصر أو 200 كيلو يقصر، ما عندنا نص، إنما استنباطات من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عالم استنبط ليس من نص صحيح صريح واضح في المسألة. فأظن هذا القول يكفي للإجابة على أسئلتك. نعم، لكن ليست هذه اللي أقصده، يعني هو الفكرة إنه 3 أيام أقصر بعد كده بعد 3 أيام أتم. ما هي كلها أقوال أيضا، إذا أنت فهمت كلامي كلها أقوال، يعني أنا ذكرت بعض الأقوال فقط، ولا في أكثر من قول آخر. أعلم. طيب ما عندي مزيد والله، شكرا، بارك الله فيك يا محمد بن أشرف. طبعا يا أيها الإخوة في مسائل كثيرة على هذا النمط، وأنتم إذا فهمتم هذا الأصل أن هناك أمور أخذت من أفعال رسول الله ليس فيها نص ستستريحوا كثيرا. فعلى سبيل المثال ومعذرة لإخواني المتابعين والمتابعات أوضح بعض الأمور لراحة البال بعض الشيء. نحن نرفع الأيدي عند التكبير في الصلاة الوارد في 3 مواطن. أولا ليس هناك أمر عن رسول الله برفع اليدين إلا عموم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هل قال الرسول ارفعوا أيديكم في 3 مواطن ولا ترفعوا في غيرها؟ ما قال الرسول ذلك. فلذا وردت مثلا بسند ثابت أن الرسول يرفع في 3 مواطن: تكبيرة الإحرام و الهوية للركوع والقيام من الركوع، وفي نفس الحديث ينفي الرفع عند القيام من التشهد الأوسط، وفي حديث آخر صحيح الإسناد أثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط. ما نهى النبي ولا أمر، فأصبحت 4 مواطن. قال بذلك بعض العلماء، وقال آخرون 3 مواطن.
السؤال الثاني المترتب على هذا: صفة الرفع إلى أين؟ هل أرفع حذو المنكبين؟ هل أرفع عند فروع الأذنين؟ هل أرفع عند أطراف الأذنين؟ هل أرفع حيال الأذنين؟ إلى أين أرفع؟ ما في أي أمر من رسول الله يوضح إلى أين أرفع اليدين، إنما عدد من الصحابة نقلوا عن رسول الله صفات، فمنهم من قال حيال أذنيه، منهم من قال إلى فروع أذنيه، منهم من قال حذو المنكبين. الرسول صلى آلاف الصلوات، وكل صحابي نقل الذي رأى. فالأمر في هذه المسألة بيكون واسع، لأن ليس هناك أمر حتم ارفع إلى حذو المنكبين أو ارفع حيال الأذنين، إنما هي صفات نقلت عن رسول الله وتعددت تلك الصفات. سأستريح إخواني بإذن الله إذا عرفوا هذه المسألة، وعلى غرارها مسألة كيفية الجلوس في التشهد سواء الأوسط أو الأخير، عدة مسائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ، هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر خمسا وسبعا وتسعا، وكيف يعني زي التشهد فازي بقى؟ الأمر يحتاج إلى شرح موسع، أن في بعض الروايات فيها شذوذ كل ما ردها إلى حديث واحد، لكن في الجملة يجوز العلماء الوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبأحد عشر وبثلاث عشر وأكثر من ذلك. وإن شئت سميت أنه كما قال الرسول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة تنتظم الأمور. وقد ثبت أن النبي صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. طيب الحمد لله. سؤال بعد إذن حضرتك في الحديث. ها؟ صح الحديث من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ لا يصح سنده. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لا يصح سنده. لا يصح سند هذا الحديث؟ لا يصح سنده. طب الذهاب إلى الإمام الحسين يعني بنية إن أنا مش رايح كضريح ولا بتاع، لا أنا رايح تملي عند قبر الحسين. وسؤال آخر: هل الحسين دفن في مصر أو قتل في كربلاء؟ فين قتل؟ في كربلاء رضي الله عنه وأسكنه الفردوس وسيد شباب أهل الجنة. لكن طار يعني من كربلاء جه هنا ولا إيه؟ مش عارف. الله أعلم. هل طار يعني سيدنا الحسين طار وفي ميت بيطير يا عم؟ لا لا. طيب لا، إيه اللي جاب الحسين بقى هنا في مصر وعملوا له قبر في مصر؟ صح، هذا لا يعقل. هذا لا يعقل. إذا الذي يعقل ممكن نسمي مسجد باسم الحسين. أيوه. رضي الله تعالى عنه. لكن هل الحسين يكشف الضر أو يجلب النفع؟ لا لا لا. إذا كان الناس يروح عند الحسين يقولوا مدد يا حسين، نظرة ومدد يا حسين، ويزف البشاير لقبر الحسين والنذور، أنت ستكثر سواد أهل الضلال. لا. الحسين رضي الله عنه ما قتل في مصر، قتل في العراق، هنالك في كربلاء، قتل هنالك في كربلاء، وما طار ولا جاءت رأسه هنا على ما يجيبوه هنا، فين راح؟ ولو قبر في عدة، ولو مسجد في عدة دول، كيف ذهب الحسين إلى كلها؟ إلى هذه كلها. فطبعا الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. صح. فأنت إذا ذهبت إلى هنالك ستكثر سواد أهل البدع. لا لا. خلاص؟ وأنت عارف اللي بيكثر سواد قوم له نصيب من أعمالهم. يعني أنا إذا كثرت سواد أهل الصلاح وذهبت إلى محاضرة دينية، أنا لست في علم في حاجة إليه، لكن أكثر سواد الصالحين ليهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم صحيح. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك مولانا وجزاك. أنا عايزك تعرف شيء ونعرفه جميعا، نعلمه جميعا، الذي يكشف الضر هو الله. الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. فلا كاشف له إلا هو. سبحانه وتعالى. الله يكرمك. واحد واحد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ رد السلام وافين اذا حيتم بتحية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
جزاك الله عنا خيرا. الله يكرمك. سؤالين بس. سلي. الله يكرمك. دلوقتي انا كنت باخد فلوس الارباح بتاع البنك وما كنتش دلوقتي ما حصلش الفلوس اللي انا صرفتها، هو مبلغ بسيط يعني هم كلهم 20 دولار اللي في البنك، كنت باخد الارباح بتاعتهم وكنت بصرف منها، بس انا دلوقتي لما فهمت عايزه اطلع بس مش حاسياهم ولا عارفاهم كام يعني بالتقريب يعني عفوا على اللي انا صرفته. في سؤال 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 سؤال. حاضر. يوم ما انت كنت تاخذي هذه الفلوس كنت عارفه ان هي حرام ولا حلال؟ لا ما كنتش عارفه ان هي حرام لان في ناس قلت لهم خلاص ما كنتش عارفه لا حلال. خلاص ما كنتش عارفه ان هي حرام. اما شيوخ برضو فجاهم جنب بيتي قالوا لي ان بنك فيصل الشيوخ قال عنه حلال. يا اخي اصبر عليا. حاضر. انت كنت لا تعرفي انها حرام وجاءتك موعظه من ربك فانتهيت، لا شيء عليك فيما مضى وفيما هو آتي، ابتعدي عن الربا واكثري من الصدقات. طيب انا دلوقتي يا شيخ خدتهم وسالت فقالوا لي طلعيهم للفقراء. يا اختي الكريمه انت مش فهمت الكلام ولا عجوز؟ فهمت وفهمت بس هم دلوقتي معايا مبلغ اخر مبلغ خدته منهم فاطلعه للفقراء. ماشي هلاز. ماشي بيوم لسه معاك طلعي للفقراء. طيب في حاجه ثانيه الله يبارك لك يا شيخ. وياك. انا يعني ثقيله في الجسم وما بصليش سجده على الارض، بصلي على الكرسي بس بقف اقيم الصلاه. ماشي انا بقف اقيم الصلاه يعني بصلي الله اكبر وبعدين تجلسي على الكرسي. على الكرسي البدين على الارض وبخلص الصلاه اللي هي ايه الركعات المكتوب عليا وانا واقفه واقعد على الكرسي، لكن لو بصلي سنن بصليها كلها وانا قاعده. ما في مشكلة إذا كنت بدينة جدا ما تستطيعين السجود ولا الركوع خلاص. الحديث بس اللي بيقول إيه سمعهم في وجوههم السجود، يعني أنا بتعب إن أنا تعبانة إن أنا مثلا مش بعمل الحاجة دي خايفة إن أنا نفسي يبواجي السيدة. نفسي بالك سيمة يعني. عندي خشونة وتقيلة وببقى تعبانة. طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن أحببتي أن أرشدك لشيء هو مش واجب لكن ممكن تجيب ترابيزة خشب وساعة الركوع ساعة السجود تخر على الترابيزة الخشب التي أمامك. حلو يا شيخ. من غير وجوه ادعيلي ربنا يحسن ختام يا رب. وانت ادعي لنا يا أختي وانت ادعي لنا ربنا يحسن ختامنا وختامك. وختام. الله يحسن ختامي وختامك وختام السامعين. أنا خايفة من آخرتي، أنا خايفة خالص، وان انا مثلا ما بستأذنش زوجي في المرواح والمجيل عشان هو سايبني انا خايفه. مش انت اللي سالتي الان عن العمره اللي ابنك دعاكي؟ ابني وداني بس بيقولوا لي لازم يعرف، لازم حاولت اعرفه بالطريق المباشر هو ما علقش، ما قاليش مثلا روح سيديتي بس صيام يا شيخ صيام النافله، انا لازم اعرف عنه دلوقتي هو لا ينفق عليا ولا يعاشرني، انا في بيت ولا في بيت. خلاص ما احنا سمعنا يا اختي الكريم. كم عمرك؟ 57. انا صغيره لسه يعني الحمد لله. على العموم هو لا ينفق عليك ولا يسال عنك واذا علم لا يمنع وانت راح لابنك الامر سهل. السلام عليكم. يعني بتقدر حق الزوج جزاه الله خيرا. في نساء لا تبالي بالزوج، تصون بلا إذن، تخرج بلا إذن، تسافر بلا إذن، في نساء هكذا وتعاتب كما يبلغنا من الأخوات، قالوا أنت زوج أنت، أنت مش عارف إيه، يعني الشيطان يزين لها سوء أعمالها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أهلا ومرحبا. أهلا بك ومرحبا. أنا أول مرة أطلع. حضرتك كنت عايز أسألك سؤال. اسأل. هو ازاي حضرتك كنت تدعم الخلع مع ان هو منافي اصلا للشريعه؟ الخلع منافي للشريعه؟ اه لا انت تكذب على الشريعه، خذها مني صعبه، لان الله قال فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والنبي عليه الصلاه والسلام جاءته امراه ثابت بن قيس بن شماس وقالت يا رسول الله أنا لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، خلقه طيب ودينه طيب لكني أكره الكفر في الإسلام، كان ذميما. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله، فأمره ففارقها. أما حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس
فحرام عليه رائحة الجنة فضعيف الإسناد، والآية الكريمة تعارضه والحديث يعارضه. أما الحديث الآخر المختلعات هن المنافقات فسنده ضعيف، فلا لا تفتئت على الشريعة. أيوة بس. وبعدين أسألك سؤال، تعالى باب الله، أنت لك أخت؟ آه. طيبة وحلوة؟ آه. أختك تزوجت واحد مثلا وكان الواحد ده ظالم غشوم كرهته، ماذا تفعل أختك؟ قل الطلاق. مش راضي يطلق، تعمل إيه؟ تروح المحكمة. تروح المحكمة تطلب الخلع. آه. طب خلاص يبقى الخلع جاء. بس اللي عرفه إن أغلب الخلع دلوقتي يعني بيبقى الخلع من ورا الزوج، أصلا كان في موقف برضه. طب يعني افرض الزوج رفض، يعني هي الآن قالت له أنا أريد الخلع، رفض، قال لا ده أنت حبيبتي، قلت له أنا بكرهك، أنا لا أحبك. آه. خد يا عم المهر اللي أنت اديته له وتوكل على الله، مع السلامة. شو المفروض ينطق كلمة الطلاق؟ افرض ما طلاق ما نقضش. أنا ما قلت لك أختك، هي أختك. أختك بنت أبيك وأمك وطيبة ومصلية. وابتلت بزوج لا يصلي. ابتلت بزوج لا تحبه وتكره معاشرته. ابتلت بزوج ضراب. فقالت يا أخي طلقني، قال أنا ماني مطلق. رفعت قضية خلع تخلع. القاضي قال لها يا حبيبتي تردين إليه المهر؟ قالت أرد إليه المهر. فقال القاضي خلاص حكم لها بالطلاق. أختك غلطانة ولا مش غلطانة؟ مش غلطانة. أخوات الناس زي أختك برضو. ماشي يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ مصطفى. وحياك. بارك الله فيك. وإياكم. فضلتك سيدنا وباقي إخوانك من أهل العلم الأكارم، الله يغفر لكم، كان لكم دور عظيم في محاربة البدع ونشر الفضيلة في مصر المحروسة، بارك الله فيكم. الله يغفر لنا ولك. ما مستندك لقولك مصر المحروسة؟ ولماذا مصر المحروسة دون غيرها؟ دعاء أن ربنا يحرسها. دعاء لا بأس، الله يحرس مصر يا رب ويحفظها ويحفظ بلاد المسلمين كلها يا رب، وينجي إخواننا في السودان ويسلمهم من هذه الفتن، وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل العالم. الله يحفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. تفضل. جزاك الله فضلك. تفضل. يا شيخنا الطائفة التي طبعا في أهل العلم، هل الآن لو أنا ما دفعتش عن العلماء الأكارم أأثم؟ والله اتقوا الله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. ولكن أبشرك أعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والله سبحانه يسأر لأوليائه، يسأر لأوليائه كما لا يخفى عليك، وينتقم من الظالمين. بارك الله فيك. طيب شوف الآن بعض الشباب الصغار في بعض البلدان يعتقد أن طائفة غلاة التبديع هم أهل السنة اللي على الحق. ما هذا من العمى عمى البصيرة، أن يعتقد أن طائفة فاسقة شأنها السباب والطعن في العلماء، يعتقد أنها الفرقة الناجية. طائفة باغية نابتة سوء تسب العلماء، يرون اليهود والنصارى أمامهم، لا يقول واحد منهم للنصراني أنت غلطان يا نصراني لأنك تعبد غير الله أو تعبد المسيح، لا يقول لعلماني يرفض الشريعة ويظن أن الدين مقتصر على الصلاة والصيام، لا يقول له إنك غلطان، لا يقول لحاكم يحكم بغير ما أنزل الله احكم بالقرآن والسنة، لا يقول لطائف من الطائفين بالسيد البدوي الطواف لا يجوز، لكن ما همهم كله لا العالم بضل مضل، لا طلع يخطب جعل المرفوع منصوب، هذه همتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
ما خرج واحد منهم يقول المثلية حرام، فعل قوم لوط حرام، ما خرج واحد منهم يقول كده، لكن كل واحد يخرج الشيخ هذا فلان ضل مضل، الشيخ حسن به وبه، الشيخ الحواني به وبه، الشيخ فلان به وبه، هذا صنيعهم، هذا صنيعهم، لا بورك فيهم أينما كانوا. إني أحذر أهل الإسلام منهم لأنهم شعبة من الخوارج، الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهؤلاء يطعنون في الدعاة إلى الله ويبركون ما يفعله العلمانيون. العلماني يقول الدين صلاة وصوم فقط وحج، لكن طيب يا أخي الدين ده في شرع، في حدود، في ربا يحارب، في أن الخمر يحارب، التبرج يحارب، لكن كل هؤلاء ما لهم ذكر عليهم ولا فرغوا أنفسهم لدعوتهم إلى الله، لكن الشيطان زين لهم سوء عملهم. تقول الشيخ فلان مثلا بيده إلى الله، يقول لك هذا أضل من يهود النصارى، هذا شأنهم، هذا شأنهم، لا بورك فيهم ولا في مساعيهم. يعني الآن يلزمنا أن نحن نحذر الشباب الصغار اللي انتموا إليهم؟ طبعا إذا كان تحذرهم من يكونوا نابتة سوء، سبابين، شتمين، حذرهم، وأنصح الشباب، أنصحهم لله أن يقبلوا على تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله، يكون عندهم بصائر يرون بها. بارك الله فيك. الآن يا شيخنا بارك الله فيك، أنا بنصحهم بعد كده يقولوا في الشارع معلش سلموا علي. ما هو لا يسلمون عليك، ما هو تعليم الفساق الآخرين خلاص، قال لك هذا مبتدع ضل، ولا يسلمون عليك، وقبل قرقس يسلم عليه. طيب أنا رحت لأحد كبرائهم. خلاص مش مشكلة بقى، سيبنك منهم، ما تشغلش بينا ولا تضيع وقتنا، هياخذوا منا وقت كما أخذ الأشاعرة. نص دقيقة بس. معلزي فئة ضلة خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. سؤالي يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه عليه الصلاة والسلام؟ النهاردة يعني بيقول لك مثلا كان في ناس من السلف بيصلوا العشاء للفجر والحاجات دي، كل الكلام ده غلط. احنا عايزين نعرف النبي، ما فيش ما ورد يوم ان النبي صلى من العشاء للفجر طول اليوم، بل قال انني ابن عمرو بن العاص عبد الله قال له النبي بلغني انك تقوم الليل وتصوم النهار، قال اجل يا رسول الله، قال انك اذا فعلت هذا هجمت عيناك، غارت عيناك. وقال لما راى ابن عمرو ومجموعه معه لا ياكلون اللحم، لا ياكلون، بعضهم راى قوما لا ياكلون اللحم، قوم اتى الى بيت رسول الله سالوا عن عباده رسول الله، قوم اتوا الى رسول الى البيت سالوا ازواج النبي كيف الرسول يعبد الله، كيف ينام، كيف يقوم، فاخبروا بهدي الرسول، فقالوا لا هذا رسول الله مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، نحن لا. قال احدهم اما انا فاقوم الليل لا انا، قال الآخر أما أنا فأصوم الدهر لأفطر، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الرابع أنا لا آكل اللحم أبدا. فاستدعاهم الرسول، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله فيك. السلام عليكم. بهذا القدر أستجزئ حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق،
والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا مثبت القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام ارفع درجاتنا في عليين، يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.